تقديم حسب منطق العمل الخاص به. ننتظر ثواني فقط لتتم عملية تسجيل كافة المعلومات. بعد ذلك يمكننا يمكننا رؤية هذا الملف. ما إذا كان ملف سكريبت تابع للملف الأصلي، يعني check all script automatically، يعني القيام بالبحث الآلي، أو في الاختيار الثاني وهو القيام برؤية فقط الملفات التي يمكننا تطبيقها على هذا الملف. أنا قمت بإنشاء ملف واحد فقط، لذا فسيقوم برؤية كافة هذه الملفات. بالنسبة للخاصية الثانية وهي إما تطبيق المعلومات على شكل قيمة مطلقة، يعني القيام فقط بإنقال كافة المعلومات، وهذه العملية نقوم بها عندما يكون نفس المعلومات المتواجدة في الملف الأول هي نفسها في الثاني. ففي بعض الأحيان يكون نفس السوفتوير لكن ليست نفس قيم الموجودة فيه. فمثلا هذا السوفتوير A نفسه يقوم بتطوير عزم دوران أكبر من الثاني، فإن القيم الأخرى متواجدة في هذا الملف هي تختلف على الثاني. فمثلا هذا يقوم بتطوير قوة المحرك إلى مثلا 90 كيلووات، والملف الثاني يقوم بتطوير قوة المحرك إلى مثلا 100-110 كيلووات، أو مثلا حوالي 140 حصان. هذه الملف الأول يقوم بتطويره إلى 100 حصان. يعني هي هذه القيم ليست هي نفس الإصدار لكن ليست متساوية فيما بينها. لذلك فالعملية الأولى لا تصلح عندما أقوم بتطبيق هذا السكريبت على أساس change absolute، فالقيم المتواجدة هنا ليست متواجدة هنا. بالنسبة لي accept change as different، يعني أقوم بالتغييرات فقط عندما أجد قيم غير متطابقة فأقوم بالتغيير بينها، أي القيام بتطبيق التعديلات فقط عندما مثلا أقوم هنا هذا السكريبت بعشر مناطق أقيمت فيها التعديل فقط، وجدت في الملف الثاني فقط كامل المناطق متساوية وبها تعديل فقط في منطقتين ليس بها تعديل، فهو يكمل تلك المنطقتين. بالنسبة لي accept change as percentage فهو وهو القيام بقبول كافة هذه التعديلات على أساس نسب مئوية، وهذه هي الوظيفة الأساسية لبرنامج لوظيفة أسكريبت كذلك. فهو يقوم مثلا عندما أقوم بتعديلات على الملف A كما قلنا سابقا، الملف A يطور قوة أحصنة تصل إلى 100 حصان، والملف B يطور قوة أحصنة تصل مثلا إلى 140 حصان. هذه القيم ليست نفس هذه القيم لكن أماكن التعديل هي نفسها. فماذا نقوم؟ نقوم بإنقال هذه المعلومات على أساس نسب مئوية. فمثلا هنا بعمل ستاج A قمت بإضافة مثلا 4% لخريطة تابعة للكوب أو العزم الدوران، فهنا كذلك أقوم برفع نفس نسبة المئوية أي 4%. فمثلا هنا نيوتن متر كان 250 أصبح مثلا 290، فهنا كان مثلا 300 أصبح 340. فهنا أكون قد قمت بالتعديل وكذلك بحفظ نفس القيم الأصلية لهذا الملف دون خلط في هذه المعلومات. هذه فقط كوجهة عامة. بعد ذلك يمكننا فقط بكل سهولة الذهاب إلى الملف الذي قمنا بتسجيل ملف سكريبت به. بعد ذلك يمكننا تحديد ملف سكريبت وإدراجه مباشرة في الملف أوريجينال ليكون هنالك تعديل مباشر لهذه القيم المتواجدة في الملف الأصلي. كما نلاحظ هنا هي نفسها نفس التغييرات المتواجدة في هذا الملف، فقد قمنا بنقل هذه المعلومات. إذن تقريبا هذا هو بشكل عام مفهوم السكريبت كما شرحناه سابقا. إذن هو وظيفة قوية في برنامج الويندوز للقيام بنقل التغييرات ونقل أماكن التعديل بكل سهولة وبكل أريحية، وكذلك بدون الوقوع في أخطاء أثناء القيام بعمليات التعديل على الملفات التي تكون من نفس إصدار هذا الملف. إذن إلى هنا تنتهي عملية استعمال وشرح لوظيفة السكريبت باستعمال برنامج الويندوز.